معانا على التليفون بكل الترحيب وبشده الحقيقه ناقد والكاتب الكبير استاذ حسن المستكاوي. اهلا بحضرتك يا فندم. الو، ايوه أنا. الو استاذ حسن. الو استاذ حسن، حضرتك سامعني كويس؟ ايوه سامعك. ايوه ازيك يا استاذ حسن؟ سامعني ولا ايه؟ لا انا كده سامع اهو الحمد لله. ايوه ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. استاذ حسن. استاذ حسن، يمكن حاجتين عايز اتكلم فيهم. الحاجه الاولى هي مساله توجيه كم من الهجوم على محمد صلاح. انا اراء غير مبرر على الاطلاق، لكن انا اللي يهمني راي الاستاذ حسن المستكاوي في هذا الهجوم الذي شن بين عشيه وضحاها على صلاح. رايك فيه يا فندم؟ انا لا قلت رايي الحقيقه كذا مره ومن زمان يعني، واول ما حصل هجوم قلت الكلام ده. قلت يعني محمد صلاح مش هو لوحده منتخب مصر. حلو. وان هو ما ينفعش ابدا الناس تهاجم النجوم. وبالمناسبه معلش، ده حصل يعني في مع محرز في الجزائر، والمدرب رد على طول على الهجوم ده وقال وشرح نفس الكلام اللي انا بقوله لك. يعني ما فيش فريق في الدنيا النجم بتاعه واحد، او اعظم فرق كوره في العالم فيها 10 او 11 و12 و15 لعيب على اعلى مستوى. فمحمد صلاح هو نفسه قال ده منتخب مصر مش منتخب محمد صلاح. صح 100%، صح 100%. وطبعا يعني هو هجوم الحقيقه مش مبرر، وفي زياده يعني اوفر كتير قوي.